مثل ما بدنا نقول صباح الخير لدكتورتنا المميزه دكتوره ميس حوراني. يسعد صباحك دكتوره. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. كيف ملاقيه الجو اليوم؟ كثير حلو. حبيت الهواء كثير حلو. والجو المناظر تغير وهيك شويه هواء بهالشوبات. شوب برا كثير بس هون عم نشوف كثير هوايات حلوه. كثير حلو. دكتوره اليوم موضوعنا كثير مهم وكثير من الاسئله عم تجينا على هذا الموضوع بالضبط. خلينا بالاول نعرف شو هو التهاب الاذن الداخليه. الأذن مثل ما كلياتنا بنعرف مكونة من ثلاث أقسام، الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. الأذن الداخلية هي الأعمق من بين أجزاء الأذن الثلاثة، فيها مكونين مسؤولين عن السمع وعن التوازن. التهاب الأذن الداخلية بيشمل شيء بيصيب أحد هاي المكونين أو اثنيناتهم، بالإضافة إنه هي فيها الممر للعصب اللي هو بيكون العصب السمعي المسؤول عن السمع والعصب الدهليزي. هاي الحادثة ممكن تكون تخريشية، ممكن تكون التهابية، والالتهاب ممكن يكون بسبب جرثوم أو ممكن يكون بسبب فيروس. نعم. يعني دكتورة عادة يعني أكثر شيء بنسمع عنه اللي هو الأشياء بين الناس التهاب الأذن الوسطى. تماما. أما التهاب الأذن الداخلية ما كتير الناس بتسمع عنه أو بتعرف. شوي قليل. شوي قليل. خلينا نعرف الناس هيك أسباب هاي الالتهاب. هلأ هذا الالتهاب الأذن الداخلية ممكن يكون نتيجة شيء حالة عامة بالجسم انتقلت إلى الأذن الداخلية، ممكن يكون نتيجة التهاب وجد بالأذن الوسطى. هي حالة الحقيقة ممكن تتنقل. الحقيقة هي شوي حالة قليلة اللي بنسميها التهاب الأذن، التهاب التيه القيحي اللي بنتقل فيه الالتهاب الحاد. إذا كان الإنسان مضعف المناعة أو إذا كان الالتهاب الأذن الوسطى شديد الفوعة بنتقل للأذن الداخلية. ممكن التهابات السحايا هي تنتقل نتيجة قرب السحايا، قرب الدماغ، تنتقل لمكونات الأذن الداخلية. وهي على الأغلب مثل ما قلنا هو أو جرثوم أو فيروس، بس الغالب اللي نحن بنشوفه هي التهابات فيروسية. ونحن انعزل، يعني في فيروسات انعزلت من سوائل الأذن الداخلية، في فيروسات معروفة انعزلت من هي السوائل. نعم. يعني دكتورة نحن لما بنقول التهاب الأذن الداخلية عم ينتقل من التهاب الأذن الوسطى وصولا إلى الأذن الداخلية. بعض الحالات. بعض الحالات. وقليلة مشان ما نخاف. معناتها حتى نفرق خلينا نعرف شو هي الأعراض يلي ممكن يحس فيها الشخص، سواء بهذا الانتقال يلي عم نحكي عنه أو فجأة ممكن يصير التهاب أذن داخلية. نتيجة خصوصية الأذن الداخلية واللي هي بتحوي مكونين، مكون مسؤول عن السمع ومكون مسؤول عن التوازن، في عنا أعراض شوي مميزة يعني بتختلف عن أعراض الالتهابات الأخرى. بيصير عنا دوران، دوار بأغلب الحالات بيكون شديد. الدوار دائما مهما كان سببه بسبب غثيان، حس الغثيان والقيء، يعني الإنسان بيستفرق. كمان بسبب وجود مكون السمع داخل الأذن الداخلية. كمان نحن بيصير عنا شيء سمعي، ممكن يصير عنا شيء سمعي، نقص السمع، طنين، تقل بالأذن. هاي الشغلات يلي بتخلينا نتوجه انه نحن صار عنا الالتهاب لمكون داخلي. يعني دكتورة دائما بيرتبط الدوران بالتهابات الأذن بشكل عام باعتبارها يعني من خليني أقول مصادر التوازن بجسم الإنسان، فأي خلل بيصير فيها بيفقد السيطرة الإنسان على توازنه. كيف بقدر ميز إذا أنا معي التهاب أذن وسطى ولا التهاب أذن داخلية ولا معي دوار دهليزي، باعتبار بيشتركوا الثلاثة بحالة تمام. فقدان التوازن واللي هي الدوران. هلأ هذا السؤال كتير حلو، لأنه نحن تقريباً 70% من مراجعين عياداتنا مرضى دوار. بس بدي نوه على شغلة كتير أساسية، أنه مو كل دوار سببه الأذن. يعني نحن لازم نبدأ بألف باء تاء مثل ما بيقولوا. الأسباب التي تسبب الدوار كبيرة كتير، الدوار بحر. أول شيء يعني نحن لازم نبدأ بالأساسيات، ممكن يكون ارتفاع الضغط، ممكن يكون هبوط الضغط، ممكن يكون فقر الدم، ممكن تكون أي شيء خلطي بالجسم. إجابة لسؤالك، نحن الدوار يعني لما تصير معنا هالأعراض أنا أو أنتي أو أي حدا صعب يميز إنه هاي صار نحن أن ننتقل الالتهاب لجوا. وعلى فكرة بالفحص الأذن العادي كمان صعب، يعني أنا لما أمسك المنظار وأفحص الأذن العادي صعبة. بدك تربطي مع السريريات، بده يكون الفحص شامل لكل الجسم، بده يكون القرار الأول والأخير للطبيب. يعني هاي حالة تفحص، يجب أن تراجع العيادة.
واذا كانت الاعراض كثير شديده نحن ممكن احيانا يجوا عنا باعراض كثير شديده، اعراض صارخه، اعراض القيء الشديد، انه انا ماني قدران اتوازن، ماني قدران، الدنيا بتكون عم تلف وتدور فيهم، احيانا بيكونوا بالمشفى بس لتخفيف شده هي الاعراض. بالنهايه هو فحص كامل للجسم بالاضافه للاعراض اللي صارت معنا. نعم دكتورة، عوامل الخطورة، أنت بنقول إنه الشخص يمكن دخل أو تخطى مرحلة الخطر ويمكن صار في استطبابات أو معالجة معينة لازم يتبع، تابع على شدة الأعراض وتابع على الحالة المناعية للجسم. يعني نحن كل ما كانت الأعراض شديدة عنا، كل ما كانت الأعراض صار يعني كل ما كان الحالة أخطر، كل ما كانت العلامات العامة عندنا شديدة كمان منخاف أكثر. يعني ترافقها مع الحمى، ترافقها مع الأعراض العصبية اللي ممكن توجهنا أنه نحن يا أما هذا الشيء ناتج عن التهاب سحايا، يا أما هذا الشيء انتقل للسحايا، ونحن لانتشار هاي القصص للجهاز العصبي شيء بيخوفنا، يعني شيء بيخلينا ننتبه كثير. وتابعة طبعا للحالة المناعية للجسم، للشخص المصاب حالته وقت أصيب بهي الحالة ودرجة مقاومته للفوعة تبع الفيروس أو الجرثومة. نعم دكتورة، بالبداية قلتي أنه التهاب الأذن الداخلية إما فيروسي وإما جرثومي، شو الفرق بالعلاج بين الاثنين؟ الفرق بالعلاج حسب الأعراض. على الالتهابات الفيروسية دائما بمعظم الأحيان بتكون محددة لنفسها، نحن بنعالج بس الأعراض، يعني بنريح المريض من الدوخة، من ريحه، من حس الغثيان، من ريحه، من الأقياء، بنعطيه هي الأدوية اللي بتريحه، بتريحه بهي الحالة، وبنقول له يرتاح، وبتكون الأعراض محددة لذاتها. نحن بنقول له إنه هذا الشيء بده ياخذ وقت، بس المهم إنه عدم ممارسة أي نشاط خلال هي الفترة. بينما الالتهابات الجرثومية التهابات شديدة، التهابات تترافق مع حالة عامة سيئة، والتهابات تترافق ممكن مع انتقالات للبنى المجاورة، وهي حالة نحن بنعتبرها جدية ولازم يعني لازم تكون مراقبة بشكل كتير. نعم دكتور، لما عم نحكي نحن عن العلاج قلتي يمكن انه هي مناعة الجسم، يا اما بتسرع او بتنجح عملية العلاج بشكل اسرع، وبتختلف هي المناعة من شخص لاخر، شو بتنصحي جميع الاشخاص لحتى يمكن يقووا مناعتهم تجاه هذا المرض او غيره من الامراض؟ اطعمة معينة، يمكن نحن بفصل الصيف هلا فصل كلياته خير، خلينا نعرف منك شو هي ابرز الاطعمة اللي ممكن تقوي مناعة الجسم، والاشخاص حتى المصابين بهذا المرض شو بتنصح؟ مثل دائما بقول اي شيء بقوي مناعة الجسم هو بقوي تجاه جميع الامراض. نعم. يعني نحن بشكل اساسي لازم مارس الرياضة دائما، لو انه بدهم يزعلوا شوي مني المدخنين هن اكثر العرضة للاصابة بالتهابات الاذن نتيجة البنية التشريحية ونتيجة خصوصية الاذن وعلاقتها بالجهاز التنفسي. الأطعمة طبعا دائما تكون الأطعمة متنوعة، الأطعمة بتحتوي، نحاول نروح للخضار للفواكه اللي بتحوي عليها فيتامينات، الشيء اللي بيقوينا، نبتعد شوي عن الشغلات الضارة، خصوصا أنا لما نبه الأهل إنه يعني بلا الأكل الدسم بالنسبة للأطفال، بلا الشغلات البلا طعمين، دائما نخلي نحن توجهنا للطبيعة، توجهنا للشيء الطبيعي، هذا كتير بيلعب دور بصحة الجسم وهو عم ينمو. التدخين السلبي عند الأطفال كتير سيء، دائما لازم ننتبه إنه تدخينك ما بيأثر عليك لحالك، بيأثر على المحيط، وخصوصا عند الأطفال بيكون الأذن عندهم بنيتها التشريحية عم تكتمل، نفير أوستاش بيكون لسه ما وصل لا للطول ولا للعرض المناسب، في مشكلة بتهوية الأذن، ونحن منعرض الأطفالنا بهل إذا نحن كنا عم ندخن قدامهم لزيادة بنسبة الإصابات بهالالتهابات. دكتورة، بعض العادات خلينا أقول اللي أوقات بتتحول لعادات خاطئة، اللي هي مثلا الأشخاص اللي بيكون عندهم كتير هوس بتنظيف الأذن بشكل غلط، وهذا الشيء ممكن يأذي ويعمل حساسية للأذن، وفي بعض الحالات بيصير في مثل ما بنعرف ثقب بغشاء الطبل، بغشاء الطبل، وحتى في بعض الناس اللي ممكن بيكونوا ما بيحطوا مثلا سدادات أذان، إيمت هل هي عادة صحية منيحة أنه أنا حط سدادة أذان لما بدي أتحمم أو لا؟ يعني بعض هي التفاصيل اللي ممكن تأثر أيضا. تنظيف الأذن دائما منقول الأذن بتنظف حالة بحالة، يعني نحن ما نجتهد. إذا بدنا ننظف أنا دائما بقول الصيوان من الخارج، مشان إذا في مفرزات ظاهرة للخارج تطلع. في ناس عندهم مشكلة بتشكل السدادات السملاخية، يعني بتكون مفرزاتهم سميكة ومن فترة لفترة بيحتاجوا غسيل للأذن أو شفط هاي المفرزات، وهذا شيء بيتم بالعيادة. لما يكون في مفرزات ونحن في عنا مثل ما بيقولوا هوس بالتنظيف، ممكن نحن نفوتهم لجوا ونحشرهم
ونسبب انه تراكم السملاخ بشكل اكبر. مثل ما قلتي سلمى، حتى نحن في عنا انثقابات كثير رضيه نتيجه استخدام هاي الادوات يلي بتسقى، يعني بتكون نحن ما بنقدر قديش طول مجرى السمع ونحن بنسقب غشاء الطبل. يعني يفضل انه هاي الشغلات نبتعد عنها نهائيا. نعم. يعني دكتورة بدنا نقول لك شكرا على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى فعلا الناس تستفيد سلمى وتطبق كثير من الارشادات اللي اعطتنا اياها الدكتورة، واللي يمكن البعض كان في استخدامات سيئة مثل ما حكيتي، سواء بتنظيف الاذن او حتى من التدخين السلبي مثل ما قلتي دكتورة. شكرا لك. شكرا كثير لكم، صباح الخير. شكرا لك دكتورة ميس حوراني، اختصاصية بالانف والاذن والحنجرة، شكرا لوجودك معنا.